توقعاتك ايه للمباراة القادمة للأهلي مع زيزكو؟ ان شاء الله ربنا يكرم الأهلي ويلعب مباراة كويسة وربنا يكرمه ان شاء الله ويكسب. ان شاء الله يكسب. توقعاتك الأهلي يفوز كام؟ ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله يا رب يكسب 2-1 يا رب. ان شاء الله 1-0 الأهلي. هلا ينتفض وهيرجع الماتش اللي فات. هو مشكلة الماتش اللي فات ان مارتينيول مشي على حسب كلام النوش ولا كلام اسامة عربي وما نزلش علي معلول، لكن الماتش الجاي يبقى احسن من الماتش اللي فات وهنرجع اسد افريقيا تاني. يعني الماتش اللي فات طب الاهلي تفتكر خسر كام؟ 3-1. لا الماتش بتاع الزمالك ولا بتاع نتكلم عن البطوله الافريقيه. كسبنا 1-0 اخر ماتش في الوداد. ان شاء الله نكسب 2-0. ان شاء الله الاهلي يفوز باذن الله. يعني باذن الله لو على الارض باذن الله لو اللعيبه لعبت رجاله هنكسب ان شاء الله 2-0 باذن الله. شايف اللي دايما معودنا على كده. ان هو بيجيب في الوقت الصعب بينجح باذن الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله الاهلي يكسب، بس هو طبعا الاهلي عليه ضغوطات كتير. اجهاد لعب يعني اكتر من 4 مباريات في وقت قصير فعليه اجهاد كتير طبعا. فاكيد هيبقى في المباراه تبقى صعبه وكمان احنا مش محتاجين غير الفوز، وغير الفوز ما ينفعش. متوقع الاهلي يكسب كام؟ ان شاء الله يعني 2-0 3-1، لكن ان شاء الله مكسب. متوقع مين يجيب الاجوان طيب؟ ان شاء الله نفسي علي معلول يصنع او يجيب، ومروان محسن ان شاء الله او عماد متعب. انا اولا زملكاوي لكن اتمنى ان الاهلي يكسب يعني 2-0 او 1-0 عشان خاطر دي فريق مصري ولازم ان احنا نشجعه عشان خاطر يصعد، وان شاء الله برضه نادي الزمالك يكسب عشان هما الاثنين يصعدوا ويتقابلوا قبل النهائي. عايزين تقابلونا كمان عايزين تقابلوا الاهلي في النهائي بطوله افريقيا؟ اتمنى يعني احنا خلاص حفظنا الاهلي وعرفنا هو بيلعب بطريقه، يعني خلاص حفظنا مارتينيون فعرفنا هو بيلعب ازاي، وان شاء الله هنقابله في النهائي. ده بتبقى حاجه حلوه. يعني عايز الاهلي يكسب عشان يقابل الزمالك في النهائي بطوله افريقيا. ان شاء الله يبقى نهائي مصري، يعني ان شاء الله يعني النهائي يبقى مصري والزمالك هيصعد وهو الاهلي، واتمنى يعني الاثنين يعني يصعدوا يعني ويعدوا المعركه دي عشان فريق مصر. يعني الطبيعي لازم نشجعه، انا كمان زملكاوي اقول لك ان لازم نشجعه ويعدي يعني الماتش الجاي يعني بتاع يوم الجمعه. مين يجيب الجونين؟ انت بتقول 2-0 للاهلي، مين تتوقع مين يجيب الهدفين؟ يعني ان شاء الله انا بحب مروان محسن، ان شاء الله مروان محسن هو اللي سجل الهدفين. يعني الاهلي لازم يكسب من غير توقعات، لازم يكسب، هو المفروض يكسب، اي نتيجه غير كده احنا بره البطوله. انت توقعاتك ايه، الاهلي يكسب ولا يخسر؟ الاهلي يكسب ان شاء الله 2-1. مين هيجيب الهدفين؟ ممكن عمرو جمال عبد الله السعيد.